السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شيء آخر ممكن أنا أستخدمها، يعني لاحظ هنا عندنا لو رجعنا للصفحة الأساسية بهذا الشكل حيرجع لي Laravel. جميل جدا. طيب هذا البيج هو للويلكم صح، والويلكم بليد PHP تمام. لاحظ هنا أنا بيستخدم المسارات، يعني مثلا لو نرجع للأعلى خلينا نشوف إذا هو بياخذ مثلا وين هو بياخذ الكلمة هذه Home Login Register. خلينا نشوف هنا أنا. Home Login Register مش موجودة هون، يمكن عدنا. اوكي هذا بليد، اوكي هذا سي اس اس. خلينا نشوف هنا البوزيشن. اوكي هذا الويلكم بيج. اوكي هذا كلمة Laravel موجودة هنا. اوكي هذا هي كلمة Laravel اللي بيظهر لنا على فكرة. طيب لو حبينا نضيف لها for example مثلا نريد نضيف ل CSS، هنجي نشوف هنا اكو موقع رائع جدا اللي هو W3 School ممكن يفيدنا في موضوع CSS اذا يخدمنا الانترنت طبعا. طيب خلينا نجي ندخل على هذا HTML CSS tutorial. طبعا اللي نحتاجه شنو هو، انه نجي احنا قلنا CSS جافا سكريبت اي اشياء، هذا يعتبره Laravel assist عفوا ملفات مساعدة. هذول الملفات المساعدة مفروض تكون من ضمن البوبليك، هذا هو البوبليك. اوكي في داخل البوبليك في عندنا ملف فولدر اسمه CSS وفيها الاب CSS. ممكن هنا نعمل لي مثلا فولدر، هذا الفولدر اسميه مثلا، او مش فولدر خلونا نعمل لها فايل، هذا الفايل خلينا نسميه مثلا بالmain.css، نعمل انتر. طيب في عندنا main.css، لو اجي هنا مثلا color واجي مثلا اذا قلنا CSS text اوكي ماذا في عندنا هنا color. اوكي ناخذ هذا copy نجي على هذا CSS نعمله هنا paste، نجي هذا نسويه مثلا dot my color save، نرجع لي البلايد. طيب اذا هنا عندنا CSS موجود اوكي my color تمام، يبقى انه شنو مثلا نقدر نغير نضيفه للبلايد للتمبلت اللي احنا بنستخدمه، لان احنا عندنا Laravel وبيستخدم هذا الكلاس اللي هو title mb whatever كان اسمه. ممكن استخدم ايضا وياها كلاس اللي هو my color. طيب هذا الكلاس اللي هو my color مفروض انه يلون Laravel، لكن اللي احتاجه شو هو، اللي احتاجه انه اجي اضيف في الستايل، هذا لاحظ نهاية الستايل اوكي الهيد، اجي هنا انا اعمل لي مثلا شو اللي اعمله مثلا لينك، حلو لينك لريل اوكي ستايل شيت، او الان عندنا السحور طبعا في العراق لازم السحر، بس خلينا نكمل هذا وبعدين اروح السحر حتى ارجع لكم بعدين. href اوكي href المكان اللي موجود فيها الملفات لازم انا ادليها عن طريق من، عن طريق ال php. هنا نقول له مثلا php طبعا بهذا الشكل اوكي ايكو، رجي اقول له asset وافتح قوس طبعا اوكي بهذا الشكل اوكي لا ننسى فارز المنقطة هنا، ونجي نكتب هنا css slash main dot css اوكي اوكي بس لكن هذا لازم يكون single quote، وهنا ايضا single quote حتى يكون من ضمن البروجكت. طيب اخر شيء نحتاجه شنو هو، انه نجي نكتب هنا type
اوكي التايب حيكون اكيد مش غيره تكست سلاش سي اس اس اوكي بهذا الشكل سيف. المفروض ما عندنا اي مشاكل. لو نجي على لارافول اها لاحظ اصبح لارافول باللون الاخضر which is perfect. اذا بهذه الطريقة عفوا استطيع استيراد السي اس اس اللي انا اصنعه بايدي. يعني في عندك مثلا سي اس اس انت تصنعه فممكن انه انت تسترد هذا السي اس اس بهذه الطريقة وتقدر ايضا تغير الاشياء اللي انت تريدها. يعني مثلا حتى الكلاس لاحظ هنا ماي كولر ممكن ايضا تضيف اشياء اخرى مثلا هنا سنتر ليف جاستيفاي مش عارف شو هنا أنا في عندنا مثلا الفونت مثلا خلينا نشوف شو الاشياء الموجودة. هذا نوع الفونت ايتاليك نورمال اوكي هنا أنا الفونت سايز مثلا لاحظ ممكن نضيف الفونت سايز اوكي this one like this فونت سايز 40 خلينا نجي نشوف نعمل هنا ريفرش لاحظ صغر اللارافول. لو جينا عطينا له مثلا خلينا نقول 90 سيف لاحظ اصبح كبير. فاذا بك حالة انا ممكن اضيف السي اس اس الخاص اللي عندي في التمبلتس اللي موجودة في اللارافول. هذا تفيدك في موضوع التلوين والى اخره من امور او اضافة السي اس اس والثيمات والى اخره من امور. خلينا نوقف هنا أنا. أروح أتسحر وأرجع لكم مرة أخرى لأن أقول لكم مع السلامة.